هذا اللقاء الذي تم مع الأخ نبيل الأمين العام نبيل بن عبد الله وبعض الإخوة من الديوان السياسي للحزب تقدم الشراكية يدخل في إطار واحد المراسلة التي بعثتها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لجميع الهيئات السياسية والذي كان موضوعها إحداث جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبار أن هناك مجموعة من القضايا التي تدخل في إطار إحداث مؤسسات في إطار ما يسمى بالشراكة، وهذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة مؤدى عنها، وبالتالي استشعرنا الخطورة التي قد تكون على حساب الجامعة العمومية. إذا كان هذا اللقاء لقاء تحاورنا فيه في هذا الموضوع، ولاحظنا أننا من خلال النقاش مع الأخ الرفيق نبيل بن عبد الله والإخوة في الديوان السياسي أن هناك تجاوب، واتفقنا على أساس أن يبقى الموضوع مفتوح فيما بيننا، وسيعمل من جهته على الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي وضعناها بخصوص هذا الموضوع، وأنه كان دائما مع التكوين العمومي والجامعة العمومية، وسنعمل معا من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية. جمعنا لقاء كمكتب سياسي للحزب مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بطلب منها، وهذا اللقاء كان يتمحور حول التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية الجامعية على وجه الخصوص، بالنظر لأهمية هذه الساحة، وبالنظر كذلك إلى بعض التحولات التي تعرفها من خلال إدخال بعض الجوانب المرتبطة بالشراكة العمومية الخصوصية، وبعض الجوانب المرتبطة كذلك بمبادرات خصوصية على مستوى هذه الجامعة، وكذلك ما يرتبط بالميثاق الوطني للتعليم ومدى الوصول إلى إفرازه في ظل العمل الذي تقوم به أو لا يقوم به اليوم المجلس الأعلى للتعليم العالي. واتفقنا في هذا اللقاء على أن نثق في المواقف حتى نضمن دور أساسي في التعليم العالي للجامعة العمومية.